السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في القناة ديالكم وندرلاند جالاكسي. فان شاء الله يعني مازال غادي نستمروا في الاكواد المهمة في الهواتف ديالنا اندرويد. الاكواد اللي كتكتشف لنا الهواتف ديالنا كيفاش دايره الحالة ديالها، كيف هي الحالة ديالها، يعني كماتيريال ولا كجهاز، واش هل يعني البطارية صالحة أم لا، وكذلك الشاشة أو الكاميرا أو أي شيء متعلق بالجهاز. ثم الأكواد اللي كتحمي لنا الهاتف ديالنا من التجسس ولا من التطبيقات اللي كتكون داخلة في الهاتف ديالنا وكتجسس علينا، وكذلك الأكواد اللي كتكتشف لنا التطبيقات اللي كتجسس علينا. اذا الاكواد عندنا يعني، وكذلك الاكواد اللي كتبين لنا يعني الهاتف ديالنا والمعلومات اللي متعلقه به، مكان الصنع، تاريخ الصنع، يعني لا مارك ديالو فين منين. فاليوم ان شاء الله عندنا واحد الكود اللي هو مهم كذلك بحال الاكواد اللي سبقنا وتكلمنا عليهم، فان شاء الله نشوفوه ونبداو الفيديو على بركه الله. فاول شيء اخواني، فغادي نبداو هذا الكود هذا بإطوال او لا يعني نجمه شباك 2 6 6 3، ثم نديرو شباك ثم نديرو اتصال، والنتيجه غادي تكون هي هذه. فهاد الكود هذا كيعطينا الفيرموير فيرجن، دونك غادي يعطيني يعني الفيرسيون ديال الهاتف ديالنا. فكيف كتشوفوا المعلومات اللي متعلقه بالجهاز ديالنا، مكان الصنع والكود ديال الصنع واي شيء متعلق به، يعني هذا الكود هذا كيعطينا باش نتاكدوا بان الهاتف ديالنا اصلي او لا يعني صيني ولا يعني غير اصلي. فلما كيبان هنا كاين عندنا ريفريش دونك ريفريش وي في فيرسيون، حتى الواي فاي كيعطينا لا فيرسيون ديالو الواي فاي فيرسيون. فهنا كيعطينا معلومات على الهاتف ديالنا. فاخواني هذا الكود هذا يعني باش ما نطولش عليكم، فما اكواد صغيره وقصيره بزاف ولكن الفايده ديالها كبيره بزاف. فهذا الكود هذا غادي يعطينا معلومات على الهاتف ديالنا بطريقه عامه، البلوتوث كذلك فيرسيون. هذا اخواني استعملوا هذا الكود هذا وغادي تكتشفوا الهاتف ديالكم كيف داير واشمل فيرسون واين ماركه ديالو. اخواني نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم ويكون وتكونوا استفدتوا منه بزاف ان شاء الله. فما تنساوش لايك الى عجبكم الفيديو.